هكذا هي الحياة، لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها. الحمد لله اللي طهانا ربي هذيك اليوم. هذوك بناتي وكبدتي وما نبغيش عليه. كي نديهم على ولادنا نضحيو، على ولادنا نضحيو. ما عنديش اسم تبت سميني كما حبيتي تصايف هذيك ما. في الدنيا عندي غير ربي سبحانه، عندي غير ربي سبحانه. اللي عند يمد الخوه. بين لحظة يأس وفرج يسكن الأمل. أكشن. مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم اللي حبيتوه دخل ديوركم خليها على ربي. اليوم رايحين مشاهدينا نكملوا معاكم قصصنا من ولاية بسكرة. طبعا راكم والفتوا حصتنا، أول شي لازم نوجدوا تحضيراتنا مع فريق الهلال الأحمر الجزائري ونحضروا الوجبات. كملنا تحضيراتنا وانطلقنا في شوارع بسكرة باش نقدموا يد العون للأشخاص اللي هما في حاجة لينا. لقينا شخص من دون مأوى، لما تقربنا منه عرفنا أنه مريض عقلياً وعنده بعض الإصابات في جسمه، وهذا خلى الطبيب يتدخل فوراً ويخضعه لفحص طبي. كملنا جولتنا حتى وصلنا لواحد القصة. واش نقول لكم يا خاوتي، واش نخلي لكم قصة أستاذ وزيد أعمى يعيش في هذا المكان. تبعوا قصته. أنا قالوا لي بلي هذا الإنسان هو أستاذ لغة فرنسية. Bien sûr, je parle arabe, français et anglais, mon vieux. Aussi anglais? Yes, you speak English? Yes, it is. How are you? Not fine. Not fine? No. ابنيتي، أنا تعبان يا حبيبة ربي. وش لي تعبك بابا العزيز؟ يا بنيتي تعبان وتعبتني الدنيا يا بنتي. إذن باش نفهموا المشاهدين، عمي مسعود كان أستاذ لغة فرنسية، بعدها أصبح ممرض وخدم عدة ولايات من بينهم تمن راست. عمي مسعود زوج 3 مرات، ولكن الزوجة الأخيرة على حسب قوله قال لي ما دارتش فيا الخير، هكذا عمي مسعود؟ نعم بنتي. يعني تزوجت الأولى وطلقت؟ إيه، وتزوجت الثانية طلقت، الثالثة ما دارتش فيا الخير يا بنتي. صح ما طلقتهاش؟ ما طلقتهاش، هي عندي وشاتي نطلقها. شاتي بربي إن شاء الله كان حب ربي نطلقها قبل ما نموت. بصح بما انه عندك المراه والدار، علاش راك برا عمي مسعود؟ يا اللي غلب عليا يا بنتي، ما خلتنيش كنت فيها. يا كل يوم محمره ومدايره شعر الاصفر وخارجه لبرا بنتي. يا مدايرته اصفر يا بنيتي. ايه ودير البقباق. يا ذاك الصباط اللي بقبق. وعجوزة يا بنتي.
بنتي وعجوزه يا بنتي. وش دارت فيا؟ خرجتني من داري. علاش خرجتك وكيفاه خرجتك عمي مسعود؟ ما خرجت يا وقلبي قلبي يا بنتي ما حملهاش. كل يوم يا بنتي نوض الصباح نلقاها مش في الدار. ايه تروح الوحده ساعتين تقول لي كاين الطبيب فتح يا تروح. ما حملتش يا بنيتي.